السعودية بلد فيها خير، مو لي بس، لكل ناس. الحياة في السعودية ما شاء الله في إمكانيات تمام تساعدك على العمل. بلد الخير، بلد العطاء، وأكثر مما كنت أسمع يعني. السعودية بلد فيها خير، مو لي بس، لكل ناس. أنا أول حاسس إنه عالم كله دور على رزق، لكن شعب سعودي هو نايم، رزق دور عليه. أنا سألت كل ناس بالنسبة للشغل والأمل والرزق، ما في أحسن من سعودي حتى الآن. كمان تعلمنا عربي هنا، والله أول ما دخل في السعودية كفيل يجي عشان يأخذ جواز سفر، نسوي إقامة، ما أعرف حتى يسلم عليه. بعد شهرين أنا أحتاج ورقة عشان تطلع رخصة قيادة. كلمته، ما كان في جوالات، كان تلفون خط، تلفون ثابت. كلمنا بعربي، قلت له نبغى هذا الورقة مصدق حتى من غرفة تجارية. هو يستغرب، كيف أنت تعلمت؟ قلت له أي أفغان يتعلم لغة عربي أسرع من أي جنسية ثانية. تدري ليه؟ لأنه الكتابة وكل قرأ وكتابة حقنا بالعربي، بس بسيط اختلاف نفهم. أحلى حاجة في الشعب السعودي اللي أعجبني أنا شخصياً، ما عندهم تكبر، ما عندهم غرور. يعني يشوف ناس كله في عين واحد، ما يشوفك هذا أجنبي، هذا جنسية مثلاً، بلدها غنية، هذا بلدها فقير. لا، كل شوف بعين واحد، تعامل معهم واحد. السعودية ما شاء الله في إمكانيات تمام تساعدك على العمل، يعني من الأدوات الكهربائية، المكان مهيأ، يعني ما شاء الله، يعني حتى المواد متوفرة، تقدر يعني تبدع في مهنتك وفي عملك في المديدة. ما شاء الله متوفر الدخن، التمر متوفر، يعني عندما الحلاوة الطحنية متوفرة، السكر، يعني ما شاء الله، حتى الكهرباء مستقرة، وما شاء الله يعني المديدة لها زباين كتار، مشهورة ومعروفة. نظام واضح، ويعني ترتيب، ويعني شغل رسمي. واجد بالمملكة من 19 سنة تقريبا، أو أكون خلصت 20 الحين. أحد المواطنين حفظه الله أينما كان، وأنا رايح على الحرمين ما وجدت الوسيلة اللي ممكن أتنقل فيها. فالشخص هذا يعني رحب فيه بالتوصيل بغض النظر عن المادة، بسعة صدر، مرحب بكل الجنسيات، مرحب بال... فأول ما طلعت معاه كده وصلت إلى أمام الحرم أبغى حاسب الحساب وكده، إلا أنه بحكم المعرفة وكلامنا مع بعضه ما قبل الحساب. يعني نظرته أول إنك كعربي وإنك يمني، خاصة النفوس الطيبة، يعني إذا عرف وضعك، عرف شأنه، عرف يعني ممكن يخدمك بقدر ما يستطيع، حتى وإن كان ظرفه ما يسمح.